حوالي 100 يوم من الحصار والخوف والدمار على غزة. كلام الله عز وجل هو اللي بيواسينا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ متى نصرك يا الله اللي وعدتنا فيه؟ فبيجي الرد اللي بتطمئن له القلوب، ألا إن نصر الله قريب. وهذا اللي احنا متيقنين فيه، إنه إن شاء الله ربنا حينصرنا ومش حيسيبنا بإذن الله. والسلام عليكم.